توارع ويافطات وممكن تشاهدي بأم عينك. ولكن عندما نزلت إلى الميدان ونزلت إلى الشارع وجدت المعادلة تختلف تماما. وجدت بأن هذه المبادئ وهذه الشهادة وهذه المحبة في الاجتماعية التي تحدثت عنها ليس لها وجود، بل تنتفي تماما المعادلة. من أنت ومن يدعمك ومن يؤازرك وكم تملك من المال؟ هذا هو المبدأ الذي أنا شعرت به. كمان شوي عن المال السياسي، لأنه أنت كان في عندك تجربة بالمال السياسي خلال هاي الانتخابات، بس بدي أخذ الاتصال الدكتور محمد أبو سيف. مساء الخير دكتور. ألو، السلام عليكم. أهلا دكتور. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا مسرور جدا بأن أشارككم ضيافة الأخ الكريم صاحب المبادئ الثابتة والخلق الكريم صاحب الدكتور عظام الخطيب. والله ما عرفناه إلا رجلا متواضعا طيب الخلق، فهو ابن مخيم الحسين الذي تربى فيه وكبر ونشأ فيه ولم يتكبر عليه أبدا. والله أنا لا أجامل هذا الإنسان، فهو معروف بهذه الصفات من كل الأهل والأصدقاء والجيران وكل من حوله. ونحن لا نريد غيرك يا دكتور أن يمثلنا في هذه الدائرة، الدائرة الأولى، الدائرة الفقيرة والكادحة، وأنت لست بحاجة للجلوس مع أبناء هذه الدائرة. طيب دكتور محمد، لأنك عايشت معاناتهم دكتور محمد، وأنت الأدرى بهمومهم. دكتور محمد اسمح لي، أنت كنت قريب من الدكتور عصام يعني بتعرفه؟ والله كقرب إله لا والله، لكن إحنا تربينا في هذه المنطقة. مسموعاته الطيبة يعني؟ أبدا يعني أهل مكة أدرى بشعابها، فهو نشأ وتربى فيها ونحن نعرفه منذ الصغر. إنسان كريم عصامي نشأ وتربى على الفقر. والله ما أجامل عندما أقول كان أفقر من غيره من الناس، وهو أدرى بهموم هذه الدائرة وهو الألزم. وإن شاء الله فلك النجاح يا دكتور. شكرا لك دكتور محمد. شكرا. كمان بدنا نأخذ اتصال معنا الدكتور زهاء الدين عبيدات. هذا أضف الحزب. دكتور زهاء الدين عبيدات مساء الخير. ألو، شكله فقدنا الاتصال. طيب بدنا نرجع دكتور، يعني كان لك موضوع المال السياسي أو موقف بالمال السياسي صار معك خلال هاي الانتخابات. أنا والله بالأمانة لما أنا نزلت على الشارع ونزلت يعني كنت مسرور نازل الانتخابات نيابية أمثل شعبي، أحمل هموم شعبي، أحمل معاناة يحملون، فنزلت إلى الشارع والله وأقسم بالله اتصل معي وكان في كان ازدحاما مروريا مخيفا. اتصل معي أحد الأشخاص من إحدى مناطق الدائرة الانتخابية، اتصل معي بالهاتف قال لي يا دكتور تفضل أنا فلان الفلاني، أنا حضرت لك 80 اسم موجودين معاي بكشف. فذهبت إليه مسرعا واعتبرتها فعلا جميلا ومشجعا لي. ذهبت إليه من منطقة الجبيهة إلى منطقة إحدى المناطق دون ذكر اسم. طيب دكتور بيش بدي أقاطعك بس خلينا نأخذ الدكتور زهاء لأنه رجع طيب معانا على الخط حتى ما نطول عليه ونرجع نكمل. دكتور زهاء مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. أهلا بيكي. الله يسعدك. يعني اليوم إحنا عم نلتقي مع الدكتور عصام الخطيب، حضرتك من الدائرة الأولى؟ أنا كنت من سكان الدائرة الأولى سابقا. ألو؟ سمعينك دكتور. كنت سابقا من الدائرة الأولى لكن الآن أنا أقيم في منطقة شفا بدران. طيب اليوم شو بتحب تحكي للدكتور عصام الخطيب؟ والله بقول له سر على بركة الله، فأنت أهل لهذا المكان وهذا المنصب الذي نرجو الله عز وجل أن يكون من الفائزين به لما يتمتع به من صفات خلقية وسياسية وقدرات قيادية، وخاصة أنه يعني ابن المنطقة الأولى، ابن المعاناة، ابن الشعب الذي يعني عانى ما عانى منه الفقراء، وليس ابن أولئك الذين جاءوا إلى المنطقة من باب مالهم ومن باب كثرة أموالهم ويشترون الناس أصوات الناس بالمال. وهذا طبعا جريمة يعني سياسية وجريمة يجب أن يحاكموا عليها، لأنهم يستغلون ظروف الناس المعيشية ويغرونهم بشراء الأصوات. صحيح صحيح. الدكتور عصام فهو من الناس الذي كان يقدم المساعدات لأبناء الطبقة الفقيرة عندما
ربنا عز وجل أغناه أو جعله يعني بيده المال، فأصبح يخرج لهؤلاء الفقراء ما يستطيع أن يخرجه، وأنا يعني أشهد على ذلك منذ أن كنت مديرا للتربية والتعليم في عمان الثانية في عام 2001، إذ قدم يعني مساعدات إلى المدارس وكان يتبرع بآلات تصوير وحواسيب إلى المدارس، وهذا ما عرفته منذ زمن بعيد فيه، فهو جاء يعني متبرعا دون أن نطلب منه ذلك، وهذا دليل على أنه يعني إنسان يحب وطنه ويحب أبناء شعبه، يريد أن يقدم المساعدة لمن يحتاجها. صحيح. صحيح. لكن أولئك الذين يعني نزلوا على عمان الأولى بالباراشوتات وهم معروفون واستندوا على مالهم السياسي، نقول لهم إنه ليس هذا مكانكم، نحن نريد أولئك الصادقين، أولئك الذين يعني ابتعدوا عن شراء الذمم وعن شراء الأصوات بالمال، هذا ما نريده حقيقة، ونطالب الحكومة بمحاسبة أولئك الذين يشترون المال السياسي، يشترون الأصوات، لأن هؤلاء سيكونون وبالا على الوطن، لن يقدموا شيئا، مجرد أن يصلوا إلى البرلمان إذا جاءهم واحد يطلب منهم خدمة يقول له إحنا اشتريناك من زمان يعني. صحيح صحيح دكتور. صحيح. شكرا لك دكتور، شكرا لك دكتور، يعني أنا آسف إني قاطعتك. كمان السيد سمير البسطامي، خلينا ناخده. مساء الخير يا سمير. مساء الخير يا زميلتنا العزيزة، كيف حالك؟ الله يسعدك. الله يسعدك، تمام، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله على الدكتور عصام، يعني وأيضا الإخوة المتصلين يعني تحدثوا وأبدعوا فيما تحدثوا عن الدكتور. لكن اسمح لي أختي الكريمة. تفضل. وأنا عضو اتحاد النقابات العمالية الأردني المستقل، وعضو هيئة إدارية في نقابة السواقين المستقلة، فإننا عبر أثير قناة نور مينا نعلن البيان بالمساندة والمؤازرة للدكتور عصام الخطيب الذي عرفناه ذو يد بيضاء، ذو يد معطاء، ذو رجل يساعد الفقير، ذو رجل عصامي يستحق كل الحب والاحترام والتقدير، وأيضا وعبر أثير قناتكم الطيبة أسأل الدكتور عصام الخطيب سؤال، فأقول يا دكتور عصام ماذا تحمل في حقيبتك إلى مجلس البرلمان 17؟ يلا سبقتنا سمير، شكرا لك ومساك طيب إن شاء الله. يعني بدنا نرجع على القصة، أنا سوف أجيبه لكن أنا أريد أكمل لك القصة. حكى معك شخص قال لك في عندي فذهبت، كان ازدحام مروري، ذهبت والله كنت يعني منبسطا، قلت يعني بداية فعل خير، 80 صوت ممتاز، 80 صوت. وصلت للرجل معاه فعلا كشف الاسم، الرقم الوطني، رقم التليفون ومكان يعني والدائرة الأولى، شكر فعلا ورقة منمقة ومسطر، قلت له شكرا لك ويعني وبارك الله فيك، شكرته يعني. وعندما أردت أن أغادر قال لي بس دكتور لو سمحت، هذا كل واحد عليه 15 دينار تضرب 80 ب15. فقلت له والله لو أردت أن أجلس مكان عبد الله نسور ما أعطيتك دينار. سحبت حالي وعائدا من حيث أتيت، وأنا يعلم الله بتلك اللحظات ماذا كان وضعي. لكن فيما بعد لجأت إلى حيث نشأتي، إلى مخيم الحسين وجبل القصور والنزهة، وأصبحت لا أستجدي أصواتهم بل أعرض نفسي عليهم وأقدم لهم برنامجي، ليس برنامجي التي مليئا بالشعارات الوهمية، ولكن مليئا بإجابتي على الأستاذ سمير بتقوى الله، بتقوى الله، بتقوى الله. فأنا برنامجي الانتخابي مبني على تقوى الله. الآن أقول عبر محطتكم الكريمة لأولئك الذين يتخذون من مناصبهم وسلطاتهم ومالهم، أقول لهم اسمعوا جيدا، من اعتمد على ماله والله إن المال اليوم في يده وغدا ليس في يده، فمن اعتمد على ماله فإن المال قد يقل، ومن اعتمد على سلطانه والله إنه سوف يذل، من اعتمد على سلطانه سوف يذل، ومن اعتمد على عقله قد يختل عقله، ومن اعتمد على الناس
فقد مل، لأن الناس تعتمد عليهم اعتماد، فإنك سوف تمل، لأن حاجة الناس إدراك حاجة، لن تستطيع إدراك حاجاتهم ولا غاياتهم. ولكن من اعتمد على الله ومن توكل على الله لا اختلال ولا ذل ولا مل، وإنما تقوى الله هي التي بالاعتماد على الله عز وجل نستطيع أن نلبي حاجات المواطنين وحاجات المنتخبين. فإنني أدعو جميع الناخبين وجميع أن يضعوا، لا ينتخبوني، والله لا أطلب منهم أن ينتخبوني، ولكن أطلب منهم بأن يضعوا جميع المرشحين ضمن القائمة التي تضعها هيئة المستقلة للانتخابات. وأنا أقدم الشكر والتقدير إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وإلى الأجهزة الحكومية والأمنية، لأنني أعلم وأشاهد بأم عيني بأن جميع المرشحين يتعاملون سواء، يتعاملون بمساواة تامة. يعني أنت مرتاح للإجراءات؟ أنا مرتاح للإجراءات، ولكن الهيئة المستقلة طبعا، ولكن أنني غير مستغل، لغير مرتاح لأولئك الذين يستغلون أبناء المنطقة الأولى لحاجتهم، يلجؤون إليهم لحاجتهم المادية، وإغراءهم للأسف بالطرود، وبإغراءهم بشراء ذممهم بالوعود. فإنني أرجوهم وأتوسل إليهم بأن يضعوا مخافة الله، لأن هذا الصوت أمانة. لذلك إذا تم اختيار مرشح، إذا تم اختيار مرشح بالأسلوب الذي يمارس، فإنه بالتالي سوف يتم تمثيلهم بأشخاص، أي وضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب. جميل. طيب دكتور، أعطيني في عندك هاي هي البطاقة، بتحتوي يمكن على أبرز ال زي سيرة تحتوي، يمكن أنا شفت يمكن الأشياء اللي أنت حاطها في بيانك الانتخابي. أنا البيان الانتخابي، أنا أول شيء من ضمن البيان الانتخابي اللي أنا أقوله، يعني أقول أول شيء أنا مرشح بكل فخر واعتزاز، أنا مرشح حزب الوسط الإسلامي، وشعارنا احنا في الحزب الوسط الإسلامي أن الإسلام مرجعيتنا، وهذا بسر كل احنا يعني كلنا أخوان، يعني نعيش على أرض هذا الأردن الطيب. جميل. كذلك أن الأردن وطننا جميعا، وطننا جميعا، وكذلك الإصلاح سبيلنا، ونحن نتخذ يعني لا أريد أن أقول لك ماذا برنامجي السياسي أو الاقتصادي أو، لكن أنا أقول جلالة الملك طول الله في عمره هو مرجعية، وقال وأعلنها، قال أنا الضامن للإصلاح السياسي والاقتصادي. فهذا الضامن هو جلالة الملك، ولكن نحن كمواطنين وأعضاء مجلس نواب نريد أن نحقق هذا الإصلاح. طيب الدكتور عصام الخطيب شو رح يعمل إن شاء الله إذا فزت في الانتخابات مجلس النواب لرفع مستوى المواطن الأردني الفقير؟ والله شوف، أنا يعني حقيقة أنا أخجل خجلا متواضعا والله، وأقسم بالله بأن الهموم التي رأيتها وشاهدتها، وذكرت لك بأنني أقل مرشح، وأتحدى أقل مرشح يضع لافتات وشعارات في الشوارع الدائرة الأولى، ولكن أذهب طارقا الأبواب وطارقا الجمعيات الخيرية وطارقا مراكز الأيتام ودور حفظة القرآن الكريم، أذهب إليهم وأذكر قصة بسيطة في زيارتي لأحد الجمعيات الخيرية في منطقة جبل النزهة، ولا أريد أن أذكر اسمها، ولكن إذا كانوا يشاهدون كانوا مجهزين حوالي 60 شخص. وفي هذا الاجتماع قال لي رئيس الجمعية: يا دكتور لو سمحت معلش أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال لي: أنتم المرشحين ما منشوفكم غير لما بدكم تنزلوا على الانتخابات، وبعد ما ننتخبكم منبطلوا نشوف حدا، أو بتساعدونا في وقت الانتخاب، وفيما بعد احنا ما منشوفكم. قلت له: شوف، أنا أرجوك هذا السؤال أرجو أن تسأله لغيري، ولكن اسمح لي وسمح لي. وكان هذا الكلام أمام 60 شخص في منطقة جبل النزهة، ولا أريد أن أذكر لك، يعرفون جيدا.
فذكرت له قصة، قلت له أنا كنت أعيش في يتيم.